تبذل الصين جهودا مختلفة لاستعادة ومكافحة التصحر الذي يمثل مشكلة بيئية خطيرة في البلاد. يؤثر التصحر على 27% من إجمالي مساحة الأراضي في الصين، ويشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد البيئي للبلد ومعيشة الناس في السنوات الأخيرة. أكملت الصين العديد من المشاريع للنقل الرئيسي أكملت الصين العديد من مشاريع النقل الرئيسية عبر الصحاري، بما في ذلك صحراء جوبي وصحراء توكاماكون. وعلاوة على ذلك، طبقت الصين أيضا تقنيات زراعة الأشجار لعكس التصحر وفقا للإدارة الوطنية للغابات والمراعي التي زرعتها الصين، والتي كانت حوالي 7 مليون هكتار من الأشجار في عام 2020. وبذلك يصل إجمالي مساحة الغابات إلى 70 مليون هكتار. فإن هذه الجهود لم تقلل من التصحر فحسب، بل ساعدت أيضا في مكافحة تغير المناخ من خلال زيادة عزل الكربون وتقليل تآكل التربة. ويوفر الافتتاح الأخير لطريق سريع جديد في الصحراء لتاكوماكون مثالا جيدا على العملية التي ينطوي عليها بناء طريق جديد. بدأ بناء طريق يولي كيمو السريع في أكتوبر 2017، واستغرق ما يقرب من 4 سنوات لإكمال المرحلة الأولى من العملية التي تنطوي على مسح المنطقة وتصميم الطريق. كان على المهندسين أن يأخذوا في الاعتبار التضاريس الصعبة للصحراء، بما في ذلك الكثبان الرملية العالية والمناطق المنخفضة بينها. كما كان عليهم التأكد من أن الطريق السريع سيكون قادرا على تحمل الظروف الجوية القاسية في المنطقة، بما في ذلك العواصف الرملية المتكررة. وبمجرد اكتمال التصميم، بدأت فرق البناء عملية تطهير الأرض وإعداد الأساس للطريق الذي تضمن تسوية الكثبان الرملية وملء المناطق المنخفضة، حيث تم بناء الطريق السريع باستخدام طبقات من مواد مختلفة بما في ذلك الإسفلت والحصى والخرسانة لمنع دفن الطريق السريع بالرمل. أقام المنشؤون 58 مليون متر مربع من الحشائش وأكثر من 900 كيلومتر من الحواجز على طول الطريق. ساعدت هذه الإجراءات على تثبيت الرمال ومنعها من الانطلاق على الطريق أثناء عملية البناء. تضمن أيضا تركيب البنية التحتية مثل قنوات الجسور وأنظمة الصرف الصحي، وكانت هذه ضرورية لضمان أن الطريق سيكون آمنا وقابلا للاستخدام في جميع الظروف الجوية. وأخيرا تم تعبيد الطريق وتمييزه بخطوط ولافتات، وبمجرد اكتمال الطريق السريع سيتم فتحه، وذلك لحركة المرور التي توفر وسيلة أسرع وأكثر كفاءة لسفر الأشخاص والبضائع عبر الصحراء. إن مشروع سكة الحديد لجنوب تشيانغ الجديدة هو مشروع سكة حديد رئيسي في الصين، يعبر أكبر صحراء في البلاد وهي صحراء تاكوماكون في منطقة شينيانغ إيغور ذاتية الحكم. ويمتد خط السكة الحديد على 1213 كيلومتر، ويربط مدينتان رئيسيتان هما هوتمون وكاشغر في جنوب تشينيانغ. بدأ بناء خط سكة حديد جنوب تشينيانغ الجديدة في عام 2009 واكتمل في عام 2016 باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 38 مليار يوان، أي تقريبا 6 مليار دولار أمريكي. ويتضمن المشروع بناء 227 جسر و23 نفق و8 محطات، بالإضافة إلى مد 1210 كيلومتر من المسار. أحد التقنيات الرئيسية لبناء السكك الحديدية في الصحراء هو تجهيز الأرض قبل وضع المسارات. يجب تسوية الأرض وتثبيتها لضمان أساس مستقر. في حالة ما استخدم مهندسو سكة الحديد طبقة من الحصى لتحسين استقرار الأرض، وهي تقنية أخرى مهمة، وهي وضع المسار لمنع المسارات من الغرق أو التحول بسبب التوحل في الرمال، حيث يستخدم مهندسو السكك الحديدية سريرا مصنوعا من الصخور المكسرة وحصى سرير السابورة، يساعد على توزيع وزن المسارات وتوفير الاستقرار للسكك الحديدية لمواجهة درجات الحرارة القصوى.
في فرق البناء الصحراوي، كما تستخدم فرق البناء معدات ومواد متخصصة. على سبيل المثال يستخدم العمال الخرسانة التي يتم وضعها بسرعة لمنعها من الجفاف بسرعة كبيرة في الحرارة، ويستخدمون أيضا أنظمة التبريد وخيام التظليل لحماية العمال من ضربات الشمس والجفاف. بالإضافة إلى هذه التقنيات، قام المهندسون بتنفيذ تدابير لحماية السكك الحديدية من الكثبان الرملية وتعرية الرياح. وسكة حديد هوتورغانغ التي تمتد 825 كيلومتر عبر الحافة الجنوبية للصحراء تنطوي على زراعة ما يقرب من 13 مليون شجيرة وشجرة بأشجار طويلة مزروعة على طول المناطق الخارجية لتقليل سرعة الرياح، والشجيرات المزروعة على طول المناطق الداخلية لإصلاح الرمال. تم تحقيق التحكم التلقائي في الري أيضا باستخدام الهواتف الذكية. تم بناء الممر الأخضر لمنع الرمال على طول سكة خط الحديد في منطقة شيانغ الصينية، ويتكون الحزام من حوالي 50 مليون متر مربع من شبكات العشب و13 مليون شجيرة وشتلات شجرية تمتد 300 كيلومتر على طول خط السكة الحديدية. وأعلنت أحد الشركات أن شباك الرمل ستساعد في منع زحف الرمال على السكك الحديدية لضمان سلاسة التشغيل والحد من مخاطر الحوادث التي تسببها العواصف الرملية. من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط السكك الحديدية الشهر المقبل بعد اكتمال القسم الأخير من خط السكك الحديدية، ومن المتوقع أن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجنوب تشينيانغ. وهذه المبادرة رائعة تسلط الضوء على التزام الصين بمكافحة التصحر وحماية البيئة، فإن قطار تايوان فائق السرعة عبارة عن شبكة سكة حديدية عالية السرعة تعمل في تايوان، وهي أول شبكة سكة حديدية عالية السرعة في تايوان، وتم تشغيلها عام 2007. وبدأ هذا المشروع في أواخر التسعينيات لتوفير خيار نقل أكثر كفاءة وراحة للمسافرين في تايوان. وتغطي الشبكة إجمالي طول 345 كيلومتر، وتربط المدن الرئيسية في تايوان بما في ذلك تايبي وتايوان تشينشو وتشونشونغ تشاي وتانيان. وأقصى سرعة تشغيل القطارات هي 300 كيلومتر في الساعة، مما يتيح للركاب السفر بين تايبي وغايوسيان في 90 دقيقة فقط. كان بناء النظام هذا بمثابة مهمة ضخمة تطلبت تنسيقا وتخطيطا واسعا واستثمارا، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع بمقدار 460 مليار دولار تايواني جديد، أي ما يساوي 15 مليار دولار أمريكي. تم تمويله بشكل أساسي من خلال الاستثمار الخاص والقروض من المؤسسات المالية الدولية. ومن أبرز ميزات النظام استخدام تكنولوجيا متقدمة وإجراءات سلامة التي تم تجهيز القطارات بها، وبالطبع مع أحدث أنظمة للإشارات والاتصالات، وذلك للتحكم في السرعة، والتي تضمن أن القطارات تعمل بأمان وكفاءة، بالإضافة إلى أن النظام مصمم لمقاومة الزلازل والأعاصير الشائعة في تايوان منذ إنشائها. وكان هذا النظام مساهما في البيئة التحتية للنقل. وكان هذا النظام مهما ومساهما في البنية التحتية للنقل والاقتصاد في تايوان، فقد أصبح وسيلة نقل شائعة لكل من رجال الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه، وساعد في تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق التي يخدمها.